تاورش معانا وغدار بينا ودار لينا المرض فوق روسنا، كيشريزو اللي يطلع فوق العشوائي. بلاصه اخرى من غير دار عشوائيه وما عندوش ملكيه وما عندوش بزاف ديال الحوايج وخدام بالليل عشوائي. واش تدير توكلك في الرزق ولا دير توكلك في الله سبحانه وتعالى؟ الله هو اللي كيرزق، الا غيعطيك الله شي حاجه غيعطيها لك بلا ما تشوفها. احنا دروك اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا ليه الله يعطيك شي كاليثه. شي انسان احنا بغينا ليه شي مصيبه حيتاش ما قدرناش. ما قدرناش وما تسوقناش، حسبنا احنا بحال شي بخوش. بينا وبيدي دردك علينا، خدم بالليل، خدم ماشي بالنهار، دير عشوائي، مشاكل هذا ما بغيناش، مشاكل، مشاكل ولادنا مراد، انا مريضة، عندي القلب، عندي السكر، انا ما قبلتوش، انا ساكنة تحت منه، وغادكم تدخلوا لداري، ساكنة انا تحت منه، وغدار بيا، وكان يجي تحمس لينا. وقال لنا راكم بحال بحال منا وبحال هادي وغدار بينا وقوسيم انا هو واش مدخل الخدامه للدار، مدخل الخدامه وكيقول لنا راه كنصلح هاك ندخل غبا ندير فينا عارف ما بغيناش. هذا عباد الله، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الحسن الثاني، عاش ولده. ما علموناش غدار بينا وما علموناش وحفروا هاد الحفرات وقلنا اللي ما شناهو قالك علو قال تعلم وغدار بينا يا مسعد هذا دار لينا قلبوله سيمانتين هو خدام وها وجهي ها وجهو سيمانتين هو خدام وإلا ما كانش راه درنا راه درنا راه غدار بينا علمنا يقول لنا هاد الدريبه واش نتوما قابلين ولا ما قابلينش كنا قابلين نعطا حنايا حنا قابلين حنا ياك ما تشاورش معانا ما قابلينش درك ما قابلينش بعد ما تشاورش معانا وغدار بينا ودار لينا المرض فوق روسنا كيشريزو اللي يطلع فوق العشوائي راه عشوائي هذا راه ما عندو رخصه راه عباد الله ما عندو رخصه عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. ما بغيناش يكون هنا فهاد حيت ماشي بلاصتو هذه كاين وليدة صغار وماشي بلاصه ديالو هي هذه خاصو يكون فشي بلاصه اخرى من غير دار عشوائيه وما عندوش ملكيه وما عندوش بزاف ديال الحوايج وخدام بالليل عشوائي. والوراق حنا داك الشيء كيبقى ليه هو ولكن هاد الشيء هاد الريزو ما خصوش يكون فوق الدار هذه حيتاش قريبه في الدريبه وراه دابا تقريبا هاد السكان كاملين اللي هنايا بحال اللي جمعتيهم غتلقاهم في فيلا راه كاينه 40 متر و 50 متر وهاد الناس في غير ما علمناش وكيقول لنا سيدي حنا كيسولوه كيقول لي مودي انا راني غير هاد الناس ديال الشانطي كارين عندي وهو غدار هاد السيد بالعربيه خصو يواجه هاد الامر وما خصوش يكون يدير بحال هاد الحوايج يعني كاري كيقول لهم كيقنعهم كيقول لهم راه غير كاري اللي سولوك يقول لهم الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه الفوق واش كاينه شي طاقه شمسيه كدار فوق الدار هاد الشيء راه حرام وجا عندنا وقال لنا شوفوا قسما باليمين هاد الشيء ما غيبقى هاد الشيء غيحيد لانه انا سولت واحد السيد وقال لنا فيه الضرار لهاد الوليدات الصغار ما غاديش يكون وكيخدم بالليل البارح ثلاثه ديال الليل وانا وواحد السيد ها هو ومول الدار اللي طلعتي عنده طلعنا فوق الدار اخويا نزل من تم الله يجازيك بخير رحنا خدامين وصبحنا منكين على قبلهم بيتين فايقين قرب 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 وليت لحد هاد الشيء ما خاصوش يكون حشومه ما خاصوش يكون وهذا الشيء خاص يكون لي قانون ديالو الريزو عطى الله فين يدار راه كاين اتساع كاين بلايص فين يدار الريزو ما خاصوش يدار اييه ما خاصوش يدار واش تاق انت ما ساكنش هنا ساكن 4 كيلومتر بعيد وتجي دير لنا حنا ريزو هنايا تادينا وتزيد غادي تسكن في جديده هاد الدار حنا ما حسدناكش حنا ماشي ضدك اسمح لي هاد السيد ما كيعمرش هنا داير هاد الدار من اجل الاذى نكونوا صريحين هاد الدار دير اخويا مدرسه يقراو فيها الوليدات دير شي حويجات زوين دير شي كاينين هذاك ما كنديروا الخياطه بزاف ما يدار ماشي تجي دير لنا ريزو وشو شحال بعاد منك الناس 10 متر والريزو فوق منا شو حنا مجموعين في بحال ساكنين في دار واحده شحال من خيمه شو شحال ديال بنادم ساكن حشومه فينا هو هاد واد الحار وسير كتحفر هنا كاين الماء كاين داك وكاين المطامر هنا كل في واقف تمطموره كاينه مطموره هنا مطموره اللي هي مطموره اللي هي وانت
قلب على شي حوايج زوينين. راه ما نقبلوش ليك بدير لي هنايا، راه في خطر الناس وفي الوليدات وفي الناس الكبار، راه ما يمكنش. قال لك اودي لا كان ما يمكنش، دابا انا غادي نحبس هذا الشيء. مول الدار هذا عزيز، مول الدار قال لك هادشي اللي كان في دار للناس انا غنحبسو، انا ما نقبلوش لا ولادي ولا ولادكم. قلنا لي صافي الله يسخر الله يرحم والديك صافي. مشينا سيدي هبطنا لتحت نتقهوى وانا واحد ثلاث دراري صحابي، كان كانت واحد المقابله ديال كره القدم، لقات الناس زناق خاوين، جات واحد الفارقو، نعم لقى الفرصه، جات واحد الفارقو هنايا كبيره فيها السلعه فيها شله كراطن، جاو دخلوهم هنا شافوا واحد جوج الناس كيدخلوهم معاهم عزيز تاو خدام معاهم، كيهز معاهم بالزرب وكيتلفت خايف من الناس اللي يشوفوه. مول الدار دخلتي هذاك الشيء لدارك طلعتيه سديتي دارك، مني جينا حنا يطلعنا من القهوه عيطونا لنا شي دراري قال لك اودي راه جاو السلعه دخلوها راه دار راه غيدير ريزو هنايا. جينا عيطنا عليه جا عندنا جمعوا الناس كاملين، جا المقدم حتى هو عيطنا المقدم جا راه كاين هذاك السي امين المقدم، عيطنا ليه قلنا له اودي اشنو سي عزيز الشيء اللي ديك القول اللي عطيتينا راك ما وفيتيش به. قال لك اودي شوف اسيدي قال لك انا هذا الشيء قال لك انا هذا الشيء اللي عطيتكم اللي قاولتكم به حتى دابا سيدي انا نقاولكم به دابا وحلف باليمين. قال لك اسيدي ما هذا الشيء راه ما كاينش، قال لك سيروا كونوا هانين وارتاحوا ونعسوا على جنب الراحه، قال لكم ما كاينش شي حاجه صافي. حنا مشينا على هذاك الشيء هذاك القول اللي عطانا، الناس مشاو بحالاتهم كلشي مشى لدارو تفركت الجوقه في الليل مع هذيك شي جوج الليل ولا ثلاثه الليل تقريبا. حتى كنسمعوا التقارير حنا تقرابين اللي الدار ديالنا لاصقه معاه، كنسمعوا الزياد ديال هذاك الجعاب وداك الشيء. طلعنا للسطح ديال واحد الدار واحد جاري هنايا، طلعت انا وياه على جا واحد الدري صاحبي تا اخر طلع معنا حنا ثلاثه، كنلقاهم كي وقفوا داك البانو الطويل ديك الجعبه الطويله وقفوها وسالين لاصقوا في هذوك الاكسسوار الصغار اللي باقيين ليهم. عدوينا معاهم قلنا لهم واش هذاك الشيء اش كديروا تما، ما بغاوش يهضروا معنا خدامين ما بقوش يهضروا معنا. هبطنا بحالاتنا بنيه في الليل في العشوائي كاع جميع الديور كاملين، راه ما فيها لا سيناجات لا والو، والساريه فيها 15 سنتيم. واش الساريه فيها 15 سنتيم غتهز دار فيها 14؟ راه ما يمكنش. والياجور ديال فيها الياجور ديال 10، هادشي راه ما يمكنش، هادشي ما يقبلوش عقل. والحفاري كاين هنا ديال الطواليطات حاشا وجهكم هنا، راه كاين معشي 15 حفره هنا، كل دار فيها حفره جوج حفاري، والماء راه سارح تحت من الديور. وهذا جاب هادشي داروا هنايا راه ما يمكنش، واحد النهار غطيح الدار هذه. هنا ما معمرش هنا، قال راه دير دابا هنا الناس اعتبروا بحال الزباله بحال البهيم، يعني حنا ما اعتبرناش كاع، دارنا حنا سميتو عليه زايدين فوق من الارض. والعشوائي هذا بعدا حنا ما كاين لا ترخيص، ما كاين علم، ما علم الجيران، ما علمناش، وجارنا وكنقدروا وكنحترموه وما درناش فيه كل في هذا الشيء. هو صدق في هذا الشيء، ما صدق ما راجلش معنا، فهمتي؟ صدق ما راجلش، كان يكون راجل كان مر له يجي يستاور معنا. شوف غندير واحد الريزو هنا، واش تقبلوا ولا ما تقبلوش. هو الناس كيدخل خفيه كيخدموا، والدراري الصغار عندنا الصغار عندنا الترابيه وعندنا حنا، وعندنا دابا ولينا سكنتنا ولينا محرومين منها دابا. اش غنمشيو للكرا ومشيو للرهنو؟ علاش؟ على ود على ريزو؟ لا، أمة ديال البشر قلب على مصلحة، قول لك قلب على مصلحة، أمة ديال البشر واحد رحلها محشوماش. ومشاو مشينا اليوم عند القايد، الناس مشاو عند القايد قال لهم ودي ديروا شي، كاين العامل السيد العامل هو اللي غادي نبتوا فيها. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.